جماعة أصحوا أصحوا منيح انتبهوا اطلعوا شو عم يصير حواليكم كذا كذا والله العظيم كذا. الفنان ياسر العظمي الله يطول بعمره ونحن افتقدنا له يعني بالفترة الحرب انقطع عنا بمرايا اللي كانت تعكس مرايا الروح عند الشارع السوري. كمان فنان من الفنانين العصاميين اللي هو له خط الكوميدي الواضح والمتميز وكمان علامة مميزة بتاريخنا الإبداعي السوري الدرامي يعني بتمنى أنه يعني بأسرع وقت نرجع نشوفه بأعمال لأنه هو طاقة طاقة فعلا حرام أنه تنكفئ أو حرام ما تكون حاضرة ومنتجة بكل وقت. الله يطول عمره ويرجعه هيك بعمل مهم مثل أعماله اللي قدمها وهيك إن شاء الله بيكون كمان هو قدوة دائما للشباب الجدد اللي جايين لحتى يتبعوا نفس الإخلاص ونفس الأرق اللي كان موجود عنده ونفس الاجتهاد اللي كان موجود عند الأستاذ ياسر. المرايا كانت كثيرة بالشوارع السورية بس ما شفناك بولا مراية من مرايا في العاصمة. بدك تسأل المعنيين بهي هذا مو يعني مو مشكلتي أنا بالعكس أنا ما نعرض عليك بولا بيشرفني لا مرة نعرض علي وبعدين ما بعرف شو صار يعني ما تم يعني لا ما تم الاتفاق بس أنا بتمنى مثل ما قلت لك الكوميديا بالنسبة لي يعني بزعلني إني ما أكون موجودة بالكوميديا بزعلني فعلا لأنه حقل كبير وعالم كبير ويعني بجدارة ممكن الممثل إنه يعطي فيه بأريحية ويكون ويصنع شيء جديد بالكوميديا وأهميتها مثل التراجيديا بالضبط يعني.